مرحبا، معكم من جديد من الحسابيات. لدينا مجموعة من الأسئلة في مرتبطة فيما بينها، والهدف من التمرين هذا هو نوجد أو نحدد مجموعة الأعداد الطبيعية n اللي كتجعل من هذا العدد هذا كينتمي للn. نبدأ بأول سؤال. السؤال الأول يقول بين أن 3n مكعب ناقص 11n زائد 48 فهو قابل للقسمة على n زائد 3 مهما يكون n ينتمي إلى n، أي نحتاج أن نكتب هذا العدد على شكل n زائد 3 مضروبة في عدد ينتمي إلى n. لذلك سنقوم بقسمة هذا التعبير هذا على n زائد 3. لدينا 3n مكعب ناقص 11n زائد 48 مقسومة على n زائد 3. 3n مكعب مقسوم على n 3n مربع، 3n مربع مضروبة في n هي 3n مكعب، نعكس إشارتها، و 3n مربع مضروبة في 3n هي 9n، نعكس إشارتها، ناقص 9n مربع. إذن يبقى لدينا ناقص 9n مربع، ناقص 9n مربع مقسوم على n هي ناقص 9n، ناقص 9n مضروبة في n ثم نعكس الإشارة زائد 9n مربع مضروبة في 3، ناقص 9n مضروبة في 3 هي 7، ناقص 27n، نعكس إشارتها هي زائد 27n. ننزلو ب11n ناقص 11n، يبقى لدينا 16n. 16n مقسوم على n هي زائد 16، 16 مضروبة في n 16n، نعكس إشارتها ناقص 16n، ثم 16 مضروبة في 3 48، نعكس إشارتها ناقص 48 ونزلو ب48، إذا زائد 48، إذا الباقي هو صفر. إذا بالفعل وجدنا أن 3n مكعب، ناخد مكان ألوغ 3n مكعب ناقص 11n زائد 48 فهو يساوي n زائد 3، n زائد 3 مضروبة في 3n مربع ناقص 9n زائد 16، وبالتالي فهذا التعبير هذا يقبل القسمة على n زائد 3. ونأخذ صفحة جديدة لكي نجيب عن السؤال الموالي، بين أن التعبير 3n مربع ناقص 9n زائد 16 فهو ينتمي إلى n إطوال مهما يكون n ينتمي أكبر أو يساوي 2. سنغير من شكل هذا التعبير، 3n مربع ناقص 9n زائد 16 فهي تساوي، نعمل ب3، إذن 3n مربع ناقص 3n هنا زائد 2، يبقى لدينا 10. الحكمة من هذا هو نكتب هذا التعبير هذا على شكل 3 مضروبة في n ناقص واحد العدد، أو بحيث هذا العدد يكون أصغر أو يساوي 2 لكي نجد أنه ينتمي إلى n، وبالتالي فعددان مجموعهما ناقص 3 وجدؤهما 2 هما ناقص 1 وناقص 2. إذن مهما يكون n أكبر أو يساوي 2 فهذا التعبير هذا ينتمي إلى n، وبالتالي هذا التعبير زائد 10 فهو ينتمي ل n إطوال. ننتقل للسؤال الموالي، بين أن مهما يكون لو تريبلي A B C ينتمي ل n إطوال أوكيب، فإن لو بي جي سي دي ديال أ بي هو نفسه لو بي جي سي دي ديال بي سي ناقص أ أو بي. لأننا سنبين هذه المتساوية سنحتاجها فيما بعد. لدينا نفس الطريقة، نفترض أن لو بي جي سي دي ديال أ بي هو دي، ونضع لو بي جي سي دي ديال بي سي ناقص أ مع بي هو دي بريم، وسنبين ان دي يساوي دي بريم، اي ان هذا لو بي جي سي دي يقسم بي سي ناقص او بي، ومنه فهو يقسم دي. ثم سنبين في مرحلة ثانية ان دي بريم يقسم ا ويقسم بي، ومنه فهو يقسم دي، وبالتالي سنستنتج ان دي هو يساوي دي بريم. ونبدأ الوغ القاسم المشترك الاكبر الا الأ و ب هو الدي، فهذه الكتابة تعني أن الدي فهو يقسم أ والدي يقسم ب،
إذن هذا يستلزم أن الدي يقسم هنا ناقص أ، والدي يقسم كذلك ب مضروبة في سي ب سي. إذن هذا يستلزم أن دي يقسم كل تأليفة اختيار هذين العددين، أي يقسم دي يقسم بي سي ناقص أ ناقص أ، ولدينا دي يقسم كذلك بي، أي دي يقسم بي والدي يقسم بي، ومنه فالدي يقسم قاسمهما المشترك لبي سي ناقص أ و بي اللي هو دي بريم. إذن هذا كيستلزم أن دي يقسم دي بريم. إذا هذه نسميها واحد، وبنفس الطريقة نبين أن الدي بي عفوا هذه الدي، بنفس الطريقة نبين أن الدي بريم يقسم الدي. أروغ لدينا القاسم المشترك الأكبر بي سي ناقص أ، وبي هو الدي بريم. إذا هذه الكتابة كتعني أن الدي بريم يقسم بي سي ناقص أ، والدي بريم يقسم بي. إذا هذه الكتابة كتعني أن دي بريم يقسم بي سي ناقص أ، ودي بريم يقسم بي مضروبة في سي. إذا نستعين بالتأليفة الخطية. إذا هذا يستلزم أن دي بريم يقسم هذا التعبير ناقص هذا التعبير، أي ولدينا دي بريم يقسم إذا بي سي ناقص هذا التعبير بي سي ناقص أ، ولدينا دي بريم يقسم بي. هيا إذن هذا كيستلزم أن دي بريم يقسم هنا يقسم بي سي ناقص بي سي صفر ناقص مضروبة في ناقص أ، إذن دي بريم يقسم أ، ولدينا دي بريم يقسم بي. إذن هذا كيستلزم أن دي بريم يقسم قاسمهما المشترك اللي هو دي. إذن هذا كيستلزم أن دي بريم يقسم دي. إذن هذه نسميها اثنان. وجدنا الدي، وهنا وجدنا الدي يقسم دي بريم وسمينا واحد. ثانيا وجدنا دي بريم يقسم دي، ومنه قصدنا المكان، ومنه دي بريم يساوي دي. إذن أي إذا كان فالقاسم المشترك الأكبر الأو بي هو نفس القاسم المشترك لبي سي ناقص أو بي، وسنحتاج هذه المتساوية في الإجابة عند هذا السؤال الموالي، بين أن مهما يكون إن ينتمي لإن إطوال موانزة، فإن البي سي سي دي ديال 3N مكعب ناقص 11N و N زائد 3 هو نفس البي سي سي دي ديال 48 و N زائد 3. إذا وجدنا من قبل أن البي سي سي دي ديال بي سي ناقص أ و بي هو نفس البي سي سي دي ديال الأ و بي، البي سي سي دي أ و بي. إذا أو نكتبوها كما هاد، إذا لو بي جي سي دي ديال أ و بي هو نفسه لو بي جي سي دي ديال بي سي ناقص أ و بي. إذا هنا أ هادي نوضعوها نسميوها أ، هادي بي، إذا هادي أ هادي بي. إذا بقي سي، سي سنجدها سي سنجدها من السؤال الأول. لدينا وجدنا أن 3N مكعب ناقص 11N زائد 48 فهي تساوي N زائد 3 مضروبة 3N مربع ناقص 9N زائد 16. إذا بالتالي هذا قلنا بي، هذه بي، هذه أ، هذه 48. إذا هذه هي سي، إذا بي سي. وبالتالي ف بي سي ناقص أ، إذا هاد أ إلى رجعنا لهذا المكان هنا ناقص أ، بي سي ناقص 3N مكعب زائد 11N فهي كتساوي 48. إذا وبالتالي ف بي سي ناقص أ، بي مضروبة في سي ناقص أ كيساوي 48. إذا هو نفس القاسم المشترك، إذا و ان زائد 3 لان وضعنا بي هو ان زائد 3. القاسم المشترك الاكبر 3N مكعب ناقص 11N و ان زائد 3 هو نفس القاسم المشترك الاكبر ديال 48 و بي سي ناقص ا. اذا هذا ا
رجعناها لمكان تاني. إذا ذلك نكون بين هذه للناس نحتاجها في هذا السؤال الأخير. إذا نحدد مجموعة الأعداد الطبيعية n بحيث 3 n مكعب ناقص 11 n ينتمي على n زائد 3 ينتمي ل n، أي أن 3 n مكعب ناقص 11 n فهو يقبل القسمة على n زائد 3. إذا انطلقوا من نتيجة السؤال السابق، لدينا لو بي جي سي دي ديال 3 n مكعب ناقص 11 n مع n زائد 3 هو نفسه لو بي جي سي دي ديال 48 مع n زائد 3. إذا نريد أن نعرف أن نبين أن هذا، أو نريد أن نبين أن باقي أن متى يوافق 3، أي 3 n مكعب ناقص 11 n متى يوافق صفر بترديد n زائد 3. إذا أي نريد أن نبين متى توافق 48 صفر بترديد n زائد 3، لأن بين هذه لو بي جي سي دي ديال 3 n مكعب ناقص 11 n مع n زائد 3 هو لو بي جي سي دي ديال 48 مع n زائد 3. أي وبالتالي فإن n أي ما هي القيم التي أخذها n لكي يقسم 48. إذا لدينا قواسم 48، أي أن n زائد 3 يقسم 48. إذا كاين تعمل قواسم 48. قواسم 48 هما 1، هما 2، هما 3، هما 4، هما 6، هما 8، هما 12، هما 16، 24، وأخيرا 48. هذو هما قواسم 48 في n. إذا n زائد 3 ينتمي لهاد القواسم هادو، لأن باش ينتمي هاد التعبير ال n يعني 48 يقسم n زائد 3، باش ينتمي هاد التعبير هذا ال n يعني 48 يقسم n زائد 3، أي أن n ينتمي إلى، إذا هنا قلنا n أكبر أو يساوي 2، وبالتالي فهاد الأعداد نقسمها 3 ناقص n زائد 3 ينتمي إلى قواسم 48، أي أن n ينتمي، إذا هنا نقصو 3 نقصوها من هاد الأعداد هادو، 3 ناقص 3 صفر، إذا صفر ما كيحققش هاد العلاقة n أكبر يساوي 2 ما ناخدوش، 4 ناقص 3 واحد، واحد كذلك أصغر من 2، إذا بالتالي سنبدأ من 6، 6 ناقص 3 هي 3، إذا n يأخذ هاد القيم هادو 3. أو 8 ناقص 3 5، 12 ناقص 3 9، 16 ناقص 3 13، 24 ناقص 3 21، و 48 ناقص 3 45. إذا n إلا خدا هاد القيم هادو فإن هاد التعبير هذا فهو يقبل القسمة على n زائد 3، أي أن هاد التعبير هذا ينتمي إلى n. يمكننا نتحققو نعوضو بشي قيمة من هادو، مثلا نضعو n كيساوي 3 ونعوضو، سنجد فعلا أن هاد العدد هذا إذا عوضنا بثلاثة أو لا بشي عدد من هاد العدد هادو سنجد أن هاد العدد هذا ينتمي إلى n. وشكرا على المتابعة، وإلى تمرين قادم من تمارين الحسابيات وغيرها من المواضيع.